الله كرمه للجنوب اليوم بين. انا اوصي كل مدينه وكل بيت وكل شخص ان يكون كريم مثل كرم اهل الجنوب. يا سلام. ليه؟ لان الناس في مثل يقول كل يذكر ما واجه، والكرم اذا كرمتك بضيفه ولا بتقديم شيء لازم اكرم اللي يجيني بطيب الخلق، لازم اكرم اللي يجيني بزين الكلام، لازم اكرم اللي يجيني ما يخالف بالوليمه، لازم اكرم اللي يجيني بالصدق، لازم. فسبحان الله كلمه كرم هذه كلمه واسعه. واليوم أهل الجنوب يستحقون ومعروفين بكرمهم ومعروفين بعزيمتهم ومعروفين بابتسامتهم. أنا أقول إن شاء الله أن وأوصي أن كل مناطق المملكة يحذون هالحذو اللي هو الكرم والنبل في الأخلاق في الكلام في تيسير أمور القادمين، وخصوصا اللي يجون غرباء للمدن للمناطق، أنك تيسر أمره تعلمه تستقبله، إذا سألك عن مكان تدل على المكان، وهذا كرم برضه وسلام. يا سلام، بيض الله وجهك، بيض الله وجهك. هو طبعا شوفوا، انا كل ما رحنا ديره تكلمنا عن كرمها وكرم اهلها سبحان الله، لكن اخر ما واجهنا طبعا الجنوب، فكان لابد ان نذكر حقيقه يعني جمال اهل الجنوب. لكن لا يعني ان الكرم، لا والله ما رحنا مكان الا ونجد فيه الكرم. يعني يا جماعه الخير، بلاد جميله باهلها، بلاد جميله بكرمها، بلاد جميلة بشهامتها، كل هذا إنما نبع من يعني انطلاقهم من دين الله عز وجل، وأيضا حكامنا الذين يهتمون لهذه الجوانب ويولونها كل اهتمام، وأيضا هذا الشعب الجميل الرائع. أسأل الله عز وجل أن يسعد الجميع وأن يبارك الجميع. على فكرة أبو عايض، اللي ما راح لبها للسنة هذه يا جماعة خير، اللي ما راح لبها يعني معلش لا تزعلون علي، اللي طلع برا السنة هذه ما راح لبها راحت عليه. اي والله راحت عليه يا جماعه الخير. شيء شفنا في ابها السنه هذه عجيب، ابها الواديين، السوده مناك، باحه ربيعه، العزيزه، الباحه. انا ما رحت الباحه لكن الباحه يقولون جنه، النماص، تنومه، يا شيء 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 السنه هذه. يعني اللي ما راح للجنوب السنه هذه اي والله راحت عليه، والله راحت عليه. فانا اقول شدوا الحيل وانطلقوا. طبعا الاسعار ترى ما زالت في شائعات الا اسعار طائره، لا والله لا طار شيء ولا ارتفع شيء ولا شيء، الامور على ما هي عليه. احنا سكننا العام الماضي، هو سكننا السنه هذه وبنفس الاسعار ولا تغير شيء نبت، بس فيه من يحاول ما ادري وش اللي ترى. سبحان الله مملكتنا الله حب الجنوب بالجو بالبراد. نعم. والمناظر وهالجبال الأرض الجبلية دائما الأغلبية تكون جميلة لأن فيها هودية فيها تضاريس. الله حب الشمال الأرض المنبسطة بالربيع، فتلقى الناس في الربيع يتجهون للشمال، فالمصيف يتجهون للجنوب، فالعبادة يتجهون إلى مكة والمدينة، في البحر يتجهون للمنطقة الشرقية. فحب الله مناطقنا بجمال لا يعلى عليه. أنا أمس شو أقرأ لي مقال عن السياحة فسبحان الله في مناطق فيها جبال وأودية، هذه من أفضل الأماكن للسياحة. ترى الأرض المنبسطة مثل البحر يعني تشوف، لكن الأرض اللي فيها تضاريس وفيها أودية وفيها أشجار وفيها مرتفعات هذه برضه تكون جميلة للسياحة أو للتمشية. احنا بلهجتنا نقول التمشية، كلمة السياحة أنا ما أدري، احنا نقول رحت تتمشى يا باشا السياحه والسياحه لا بس. فسبحان الله اهل الجنوب حباها الله. ترى هذا الكلام هذا ترى ما هم من قدم، الناس بدت تروح للجنوب وتعرف الجنوب، ما كانوا عندهم سبه الجو والبراد والمصيف ولا سلامتك. اي والله والله. والمانجا يا ابو، والمانجا والمانجا شيء المانجا جيزان جو ممكن حار شوي. اي من جيزان جاي. اي جيزان ممكن جوها حار شوي ورطوبه، ولكن فيها مانجا فيها اشياء برضه جميله. اي والله، بس احنا افتقدنا شيء الروعه ذي، افتقدنا شيء والله ما متعودين عليه. ايش تتوقعون؟ ما في امل تجيبونه. تلقناه. ها؟ اقول فقط تلقناه. لا القناه في من يكفي عنها، اي في الشباب فيهم بركه. افتقدنا البرشوم. البرشوم يوم يجي ما فيه السنه هذه ما فيه. لا ما كان وقته. مو وقته باقي. افتقدنا البرشوم. شوف سبحان الله، البرشومي في الطائف،
المانجا في جيزان ما شاء الله كوكتيل بغيته. البرشوم عندهم في الجنوب موجود كثير لكن باقي عليهم البرشومي. لا مشهور الطائف والمانجا في اليمن والفقع والزبيدي في الحفر والمناطق هذه. شوف كل مكان فيه فيه في شيء سبحان الله يجمله ويعطيه. واحد بيروح يصيد فقع وزبيدي وين يروح؟ يروح على على الحفر وعلى المناطق هذه. واحد بيروح يجيب برشوم يروح الطائف، واحد بيروح يجيب مانجا يروح وعفيف. وش به يا ابو علي؟ عفيف طال عمرك به الدود وحليب الابل بس. يا سلام. والربيع. يا سلام. والبلزيان. لكن يسوق الله لها الخيرات. إيه؟ لا 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 يا ربيع العمر ما عاد بيصبر، عيوني محاجرها من الدمع غرقانه. يا سلام. تعرفون تيشوكي؟ نعم. تيشوكي. نعم. أنا ما أعرف. تين شوكي. التين الشوكي. وشو التين الشوكي؟ إيه. هو البرشوم. هو البرشوم. البرشوم. هذا الإخوان المصريين عندهم تين شوكي البرشوم هذا. نعم. هو يسمونها التين ويسمونها التين الشوكي مع ان التين الثاني اللي هو المعروف لكن لها تسميه. اما الجنوب مثل ما ذكرت خاصه في المنتزهات الموجوده في ابها فيه منتزهات كثيره جدا. بعض فكر بعض الناس ان المنتزه في ابها انها السوده فقط لكن كثيره جدا منها السوده منها القرعه ومنها المسقي ومنها الواديين ومنها يعني اشياء كثيره جدا. هذا خاصه في ابها بس. هل اذا رحت الى بالاسمر وجدت الجمال فيها الاخضر والخضار هذا كله جميل. كله جميل. اي نعم. وجدت مثلا جيت نومه فيها الشرف وفيها او جيت النماص وما فيها مثل يعني جبل مثلا منتزه الوليد وجبل ناصر اماكن لو تجيها حتى من الجمال النماص ان يعني تجد دخله زي هذه تدخل انت بعائلتك تسمع العائله بجنبك ما بينك وبينهم شيء ولا تشوف احد منهم. يا سلام. يعني انت تجلس هنا انت عائلتك باولادك ونسائك وكذا تسمع العائله ما بينك وبينهم مثل جدار لكن الاشجار مغطيه حاكمه المكان ما تشوفهم ولا يشوفونك وهم ما يشوفون اللي وراهم وهم الثاني ما يشوفون اللي وراهم. يا سلام. في اليمن ايش يسمون البرشوم؟ ما ادري. عمران كيف؟ البرشوم في اليمن ايش يسمونه؟ موجود. شو اسمه في اليمن؟ هو موجود بس شو اسمه؟ اسمه بلس. ها؟ بلس. 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 في اسم ثاني له؟ لا ما هذا اخرتها. محمد ناصر. اسمه بلس. الله يسعده. في الاعداد. قال احنا نسميه ترنج، فانا اقول له شلون ترنج؟ ترنج عندنا معروف قال اللي في الشوك. فاكد لي هو. الآن يوم قلت بلس نفى المعلومة قال لا صرت أنا غلطان ورطني وبس هذا اللي من الأشخاص أيضا الجميلين عشان ما أنساهم الله يسعده الأخ شو اسمه الله يسعده ويبارك فيه